مساحتنا الأخيرة لليوم رح نحكون فيها بعالم الإكسسوار. دائما الإكسسوار ليا بيحلي الطلة، وهلأ خاصة بالصيف، بالصيف الذهب غالي برونزاج والفضة ولبس غالي، فلا بدنا نروح الذهب شو فبدنا نروح على موضوع الإكسسوار. وأكيد بهذا العالم كل صبية بيكون لها بصمة خاصة. اليوم رح نتعرف على موهبة صبية وهي مايا علام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي مايا. هلا، صباح الخير مايا. صباح النور. بالبدايه بس بدنا نوجه تحيه لستك على هالكنزه الحلوه اللي عملت لك اياها. هي القصه شغله وراثه. تماما، بتحبوا الفن بالحاله والهاند ميد ايضا. خلينا نتعرف يا مايا، امتى بلشتي؟ كيف حبيتي تعملي اكسسوارات؟ من مين علمك؟ من شو بلشتي هيك تصنعي شوي شوي وتلقي اعجاب الكل؟ هلا، اول شيء بلشت تقريبا من 8 شهور، تعتبر فتره يعني ما انا كثير بعيده. بلشت اول شيء هيك يعني شيء كثير بسيط، اول شيء يعني خيط ولون خرز واحد. أوكي. هيك بلشت مبدئيا، واكثر شيء امي هي اللي علمتني يعني انه اعمل مثل ما قلت يعني وراثه، هيك كلنا اشغال يدويه وكذا. وبلشت اعمل اكسسوارات وهيك صرت احب شوي شوي، وهيك يعني حسيت انه عندي هوايه بهالشيء. طيب خلينا نحكي، التصاميم من وين تستوحيها معي لكان؟ هلا اكثر شيء تصاميمي بستوحيها من الطبيعه، يعني الوان الطبيعه مثلا كثير بحب هيك، وكمان بماشي الذوق العام والموضه. يعني باخذ مثلا هيك شيء وبعمله على ذوقي. يعني بتجي للسوشيال ميديا للانستغرام بتشوفي تصاميم معينه وبتحاولي تسوي؟ يعني بشوف تصاميم مثلا عالميه مثلا وبحاول انا اعملها مثل ما انا بدي هيك على طريقه معينه. نعم. طيب مايا، يعني قبل ما نشوف المنتجات وتشتغلي لنا شيء هلا على الهواء، خلينا نحكي كيف بلشتي تسوقي؟ صار عندك صفحه على الفيسبوك، صاروا الناس يشتروا منك، كيف صرتي تقدري هيك الاسعار؟ كيف صرتي يمكن تسوقي، يكون عندك هيك اسلوب بالتسويق وقابل للنقد وقابل ايضا للمدح؟ هلا اول شيء يعني اول ما بلشت اشتغل اكسسوارات بالبيت، انا ما كان هدفي انه بدي بيع. اوكي. فاول شيء كانت كهوايه، فكل الاشخاص اللي شافوا الاكسسوارات اللي بعملها قالوا لي انه ما بصير، لازم تفتحي صفحه، لازم تعملي، لازم تسوقي لشغلك بطريقه معينه. فاول شيء فتحت صفحتي على الفيسبوك وعلى الانستغرام، من صفحتين هون وهون، وبلشوا الناس يعني شوي شوي انه يحبوا، ومثلا رفقاتي ينشروا لي اياها عندهم، ترجع تصير اكثر مثلا يحبوا يرجعوا يعملوا لي فولو، وهيك هيك صارت قصه التسويق يعني. ولا عندك صفحه؟ يعني هلا عندي صفحه على الفيسبوك وعلى الانستغرام، مايا هاند ميد. تمام، هون وهون هيك اسمه. طيب مايا، خلينا هيك نعرض شويه نماذج من الشيء اللي انت شاغلتيه. عم بيكون عندنا شيء معدن وشيء خرز. تمام. هلا الخرز هو كثير دارج من هذيك السنه لهلا. مزبوط. هلا نحن عندنا كثير دارج هلا الصدف ونجم البحر، يعني على الصيفيه والمعادن كمان. انا بشتغل معادن بس اكثر شيء خرز. عم تجمعي بين الاثنين؟ عم بجمع بين الاثنين. ايه تماما، يعني الاثنين، وخاصه اذا انجمعوا الاثنين مع بعض كثير بتطلع القطع حلوه. اوكي. ايه هذا حلو كثير يا هالة. كمان هذا عنا اياه، هذا الصدف كمان كثير حلو، وحتى الخيط هو مطاط. يعني وهدول النوعيه بحس انه بيضاينوا هلا بالصيف على المسابح على الشوب وكذا. كمان هي كثير حلوه. هذا شو يونيكورن. اوكي. كمان مهضوم كثير. وهي عنا النجمات كمان مع هذا الدبدوب اللي بعده دارج صار له من هذيك السنه، وهلا كمان كثير دارج بالصيفيه. شو بدنا نشتغل مايا؟ هلا رح اعمل اسواره رجاليه. يلا خلينا نشوف الرجاليه. رح ادخل فيها هدول رجاليات. ايه هدول رجاليات. هي رجالي؟ لا هلا هدول فيكي كوبلات انا عاملتهم. مثلا البيضه للبنت وللشب السوداء. رح اعملها نصين، النص الاول اسود والنص الثاني رح استخدم حجر اللافا. أوكي. هذا الحجر بيتميز انه اذا حطيتي له انت عطر بتضل تطلع ريحته، يعني كل ما شميتي بتطلع ريحته. عنجد هو موجود هون؟ ليكم موجود. ايوه هذا هو. حزح هدول مشان يبين على الهواء. ليش متخبايه؟ يعني وكمان قديش دارجين اليوم وهي السنه العيون؟ كثير، كل شيء عيون عن جد كثير حلوين. ولكن هدول الوان يعني منهم. ايه
دول الصغار. قديش بتاخذ معك مثلا انت عم تطبي هلا اسوار الرجالي، قديش بتاخذ معك وقت؟ يعني بدها شيء ما بدها يعني 10 دقائق تقريبا. انتاج سريع فينا نعتبر. انتاج سريع بالاساور. الاطواء هلا مثلا انا جايبه حجر كبير مثلا، اذا كان حجر اصغر كخرز وهيك انه بدها تاخذ وقت اكثر لانه شكل خرز عرفتي بقلب الهي، فبتاخذ وقت اكثر. هلا كمان فينا نعمل لها موديل. كمان هدول الالوان كمان كثير دارجين هيك، خلينا نشوفهم. هلا رح اعمل لها موديل هون للاسواره، رح احط لها هي كاسواره رجاليه مشان تطلع احلى. هلا هدول شو خيوط؟ معلي معلي. ميرسي. كمان بتعملي خواتم؟ بعمل خواتم ايه، بس انا وهلا عجبنا بخواتمك لانه ميرسي. في منهم ذهبي وفي منهم فضي. في منهم ذهبي وفي منهم فضي. وكمان بعمل خواتم خرز كمان كثير دارجين. خلاخيل وهيك. خلاخيل ايوه. هلا خلخالات كثير دارجين كمان من ال خيارات متنوعة بتكون ليا صح؟ مزبوط. طب إذا بتجي لعندك صبية وتفرجيكي هيك صورة بتقول لك بدي مثل هذا، بتقدري بتطبقي ليا؟ ايه بقدر، يعني مثلا هي بتبعت لي وبنزل أنا على السوق بدور لها على هدول القطع وبعمل ليا. ما عندي مشكلة. تمام. طيب معناتها نحن هلا نحن عم نحط خيط، خيط مطاط عادي. خيط مطاط عادي ولكن هو ترانسبيرون يعني ما كثير بيبين او بيعطي لون، ولكن تعي اقول لك هي الشغله ونسالك عليها. دائما باساور الخراز نحن عندنا مشكله مع القفل، يعني حلوين وبيضاينوا كثير، ولكن على البحر وعلى المسبح وعلى البرونزاج وهيك القفل بيروح لونه. هلا في قفوله، فالقفوله كيف عم تقدري انت هيك تنسقي انه يكونوا هيك ما بيروح اللون بحافظ اللون؟ هلا نحن القفوله في بتجي منها مطليه فالمطليه يعني بتضاين معك وقت اكثر. هلا شوفي في هدول الاساور تبعت البحر ما لهم شيء، يعني عادي هدول ابدا هدول ما بيروح لون. انا هي جربت وحده منهم ما بدهم ما بدهم قفل كمان، ما لا ما بدهم قفل وما بدها شيء. طب هذا شو مطاط بس؟ ايه هذا هو هيك الخيط، هو خيط بنعمله بالسناره. فيني اهديكي هاي؟ اكيد. اوكي وفق. خليها حرف الان لانه تمام. يلا مبروك. يوم عم تدلعني هلا هون رح نقصها رح نربطها. شكرا. سوري بس هلا طلعت صغيرة شوي. فينا نشوفه؟ هلا هي هيك شيء سريع. اوكي. على الهوا لانه رح نقص الخيط. تمام هي ما بدها شيء يعني بس ربطه بسيطه ما بتعود بتفك. هلا نحن ما كثير بدنا نعلم هي السر لا للناس. طيب بس هلا قولي لنا كيف هذا الحجر منبخ عليه هيك، خلينا بس هيك نشوفه اوضح استاذ جعفر على الكاميرا انه هذا الحجر اذا اجى عليه كحول او مي. تمام فينا اذا اجى عليه مثلا انت بتبخي عطر عطر عليه فانت كل شيء هيك بس اعمليها هيك هيك ايه تمام ايه بيطلع ريحته شو؟ بتطلع ريحة العطر كل ما تشميه. اوكي بحافظ على الريحة. هل هو هذا بيستخدموه للقلق لهدول الشغلات انه هيك مثلا انه بيروقوا فيه وهيك؟ هيك بيستخدموه. يعني قديش هيك في منه ابيض واسود. اوكي في منه ابيض كمان. هذا ابيض واسود. يعني مايا كثير كثير الشغلات والشغل هيك حلو، انت مهضومه لانه عم تقلبي هذا الشيء على شغلك. اليوم عم نحكي يمكن عن شيء على السوشيال ميديا، كثير من الاشخاص بيوصوكي شيء وعلى الحقيقه يمكن ما بتعجبهم، هون انت كيف بتتعاملي مع هيك ناس؟ هل احبطك شي مره هيك زبون او زبونه؟ هل هيك كنتي فلكسبل ورجعتي عدتي لهم الموديل مره ثانيه؟ ايه هلا في مثلا كذا شخص مثلا بيقول لي انه لا انا مو هيك كنت متوقعه مثلا او كذا، برجع باخذها وبرجع بعمل له اياها مثل ما بده، انا ما عندي مشكله ابدا بالموضوع. يعني كثير بحبوا الناس انه التعامل بهذا الشيء انه مثلا لا انه قالت لي انه لا بترجع تعمل لي وهيك، انه في اشخاص مثلا ما بيقبلوا انه يرجعوا يعيدوا الموديل من الاول وجديد، لا انا ما عندي مشكله يعني بعد له الموديل وبعمل له شو ما بده ابدا. قديش بدها بال طويل معناتها؟ ايه والله كثير بدها صبر وبدها جهد وبدها وقت، وخاصه مع دراستي يعني انا مثلا دراستي والاكسسوار. فايه بدها تنظيم يعني. تمام. اخر شيء الالوان الدارجه لهذا الصيف، نختم معك بهذا السؤال.
هلا الالوان الدارجه للصيف اكثر شيء الازرق على البحر وهيك، فالازرق الفاتح كثير كثير دارج. وهون شوفي اذا هون في عندنا هدول الالوان، هدول بدنا نحطهم على الكاميرا لحتى نشوفهم. زهر مع الازرق خلينا نشيله يا مايا، هذا مضيع شوي. شوف الزهر مع الاخضر اوكي تمام، مع النجوم تبع البحر والصدف والصدفه، يعني هي كثير كثير اخر موضه هلا وكثير دارج الكتره، دارج. انك تحطي كذا طول كذا وكذا تماما واحد. يعني مثلا بتحطي مثلا هي عندنا طوق خرز مثلا قصير بنحطه وبنحط فوقه طوق طويل، فكثير كثير دارج هيك حتى لو كان ذهب فضه اي شيء كثير دارج هلا العجقه انك بالعكس عم بيحطوا هدول كمان على ذهب بيرز تماما كثير عم بحبون تماما. يعني اذا حبيتوا غراضه لمايا، مايا هاند ميد اعملوا لها فولو على الانستغرام، ومايا هاند ميد ايضا اعملوا لها لايك على صفحتها على الفيسبوك. بدك تراعيهم لكل حدا اكيد من طرف الاخباريه اكيد في مراعاتها وفي سعر خاص. وقديش حلو انه الواحد يكون عنده موهبه وتصير هي الموهبه هي مصدر رزق له. نتشكرك كثير مايا، واكيد ناطرينك باشغال ثانيه اكيد معنا. شكرا كثير لك، شكرا كثير لكم.